احمد خيري مظبوط كان مع واخد الباك ليفت بتاع انبي محمد ناصر عارف انت ازاي واخد معايا محمد نجيب راجل قلب الدفاع بتاع الشرطه طب اقول لك ايه طب اقول لك ايه طب يعني اجيب مين يعني اجيب مين يعني ولما يبقى في وسطهم ابو تريكه وائل الجمعه وعصام الحضري اللي هو عامل الخبره والقدام اللي هم موجودين زي احمد فتحي ومحمدي طب ايه يعني طب نعمل ايه طب كل القنوات الفضائيه وانا عارف ان هم لما سمعوا التشكيل بعد ما طلعت من المحاضره وكلهم بصموا بالعشره ان ده احسن تشكيل مظبوط تشريف عبد الفضيل بقى 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 لكن معلش دي اوف بالنسبه للعيبه او بالنسبه لمنتخب مصر ده مش يوم منتخب مصر لعبه وحش قوي 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 زي ما بقول لك انا والكلام ده قلناه لهم انتوا يا جماعه ده مش منتخب مصر دي مش كوره منتخب مصر مظبوط انت انا مش هقاوح نفسي واقول لا ده احنا عملنا مباراه كبيره وكذا بس الحظ لا ما فيش حظ احنا من البدايه يا زيك من البدايه لعبنا وحش اللعيبه ما كانش في يومها اللعيبه ادوا اداء لان هم لعبوا من خلال دماغهم هم لعبوا كل واحد على هواه هتيجي تقول لي والله انت مش قادر تسيطر على اللعيبه اتقال الكلام ده على فكره اتقال ايوه بعد 6 سنوات مش هنقدر نسيطر على اللعيبه يا كابتن لا طبعا لا طبعا وهو انا يعني احنا مره لعبنا في تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم ليبيريا كابتن خسرنا هناك 1-0 مش عايز ايام الكابتن جوهري لا جوهري اهو كان عصام الحضري الجون برضه الله ينور لا كان احمد شوبير الجون لكن مش عايز اقول لك اسوأ ماتش لا كان عصام الحضري لا انا بتكلم انا اللي كنت بلعب في تصفيات كاس العالم 90 يا كابتن تسعين اوكي اسوأ مباراة لعبناها في تاريخ حياتنا في ليبيريا وليبيريا ما كانتش المفروض على خريطة كرة القدم وكسبتنا 1-0 هناك غير مباراة عصام الحضري والدنيا ما تهدتش يعني الدنيا ما تهدتش في اوقات بيبقى اللعيبة مش قادرة يعني مش ممكن يبقى 8 لعيبة في يوم 21 ما بتحصلش ابدا انت واخد بالك ده اسباب يا اما هو ده دي اوف بالنسبه بيبقى خلاص بتبقى الدنيا خلاص دي بقى النهارده مش يوم الفريق فانت انا في وجهه نظرك كابتن انت هتفيد الجماهير اللي هي عندها ثقه كامله في حسن شحاته الحمد لله رب العالمين وايضا يعني انا برضو عندي خبر ان حضرتك شكيت لسمير زاهر مني انا والكابتن ايمن يونس لا ما انا عارف بص الكلام اللي كتب في اليوم السابع يا كابتن مجدي وانت قلت اتكلمت رئيس التحرير انا ما حصلش انا ما بتكلمش انا دخلت عليك دلوقتي او انت لما طلبتني او قلت لهم عندك ان هم يطلبوني انا رديت لان لقيت النمره بتاعت تلفزيون او بتاعت راديو فرديت عارف انت ازاي لكن انا ما بتكلمش يعني انا اتكلمت مره واحده بس لما دخلت بعد امبارح شفناها اللوبي مع الاعلاميين الوفد الاعلامي اللي كان موجود معنا وكلمت في الشباب والرياضه مع كريم وكان موجود طارق يحيى وموجود سامي الشتيت وش كان دول اللي انا اتكلمت فيهم فانا اي حاجه تطلع عني اكيد متفبركه اكيد غير حقيقيه وانا النهارده لما يبقى فيه اشتكي للكابتن سمير زياد طب انا اكلمك يا كابتن مثلا اكلم الكابتن ايمن على طول صح سامعك صح مظبوط يا كابتن مظبوط انا هقول لك حاجه حصلت امبارح في المطار يا كابتن مجدي عشان تعرفها اتفضل انا امبارح لما نزلت في المطار وبعدين لقيت الاعلاميين على طول وكاميرات في كاميرتين ثلاثه فلقيت اللوجو بتاع مودرن فقلت لهم الكاميرا دي بتاعت مين في مودرن قالوا لي الكابتن مدحت سالم قلت لهم اوكي بعد ما خلصت اتكلمت لقيت مايك تاني داخل لي برضه عليه اللوجو بتاع مودرن بس موف شويه قلت لهم الله امال المايك ده بتاع مين؟ قالوا له سي بتاع فلان قلت لهم لا مش هسجل معاه جري ورا احمد سليمان انا بقولها لك اهو جري ورا احمد سليمان نفس الكاميرا ونفس المايك قلت له احمد سليمان دول شتمنا امبارح ما تسجلش معاهم يعني واخد موقف من الناس ضدك على طول الخط هم على طول الخط ضدك هم على طول الخط مش عشان شتمونا لا ده هم على طول الخط هم على طول الخط هو ده اللي انا قلته امبارح يا كابتن حسن انا قلت امبارح كمرتين بتوع مودرن الكمرتين بتوع مودرن بس في واحد بيحلل بشكل جيد انا بس عشان اقول لك ان انا ما اشتكتش ولا الكابتن ايمن للكابتن سمير وفي واحد بيحلل بادب وباحترام ما بيحاولش بقدر الامكان يجرح فيه الاشخاص بيحلل بشكل موضوعي
يحل النواحي فنية لكن ما بيجرحش في الأشخاص. هم دول اللي انت ممكن تطلع معاهم وتتكلم معاهم وتفتح صدرك ليهم والكلام ده. لكن في ناس بطالعة بس لمجرد انها تجرح, لمجرد انها تتارية, ومجرد انها لانها هي المبدأ, عندهاش مبدأ. عاش الملك مات الملك, هو ده مبدأها. بس هو ده احنا اللي قلناه امبارح يا كابتن, ان يبقى عندي مبدأ. انا النهارده ضد الكابتن حسن شحاته, وهو كسبان ابقى ضده. ما ينفعش هو كسبان ابقى معاه وهو خسران ابقى ضده. يعني الامور لازم تبقى واضحه بالنسبه للجميع. بس بقى كابتن مجدي انا كسبان, كابتن مجدي ايوه انا كسبان خسران ضد. الحمد لله انا مكاسبي اكثر من خسارات. يعني كسبت اول واحده قال لك يا عم الدعوة الوالدين والجماهير والحظ. ثاني واحده قال لك اصل الراجل ده بقى راجل بقى وقف وقال يا حبيبي يا رسول الله لا اله الا الله عليه افضل الصلاه, اصل هو في مساندة من المسؤولين من القياده السياسيه دي. طب وده زعل في ايه؟ انا بقول عشان كده زعلك في ايه؟ عشان كده بقول لك انا كسبان او خسران هم ضد. يحاولوا يشوفوا اي حاجه اي ثغره بس كده عشان يتكلموا فيها بس خلاص. فدول مش محتاج اللي انت تقولوا اساميهم. صدقني لو انت قلت اساميهم لا احنا ما بنقولش اسماء يعني ما يسواش الواحد يتكلم او يجيب اسمهم على لسانه. يعني احنا ما بنقولش اسماء. كابتن حسن يعني انا اعلم تماما ان عندك ثقه في 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 نفسك. انا عندي ثقه في الله سبحانه وتعالى, نفسي كمان جمع. ثم في نفسك ثم في لعيبتك. الحمد لله انا عارف ان 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 المرحله اللي جايه مرحله صعبه كابتن مجدي. محتاجين كلنا نبقى ورا منتخب مصر لان مش هنكسب على طول الخط زي ما قلنا امبارح يا كابتن. جينا كابتن مجدي بعد اذنك, احنا محتاجين ان جماهيرنا تبقى عارفه ان احنا في دور تطوير الفرقه والاحلال والتجديد اللي احنا بنتكلم عليه برضه, عشان هم لما هياخدوها ماده حلوه هيلاقوا ماده حلوه يتكلموا فيها. فلازم جماهيرنا تبقى فاهمه كده فيصبروا علينا يستحملونا. شوف انا بقول لك ايه, جماهيرنا تصبر علينا وتستحملنا لغايه ما نشوف ان شاء الله لو ربنا وفقنا وعملنا تيم جيد ربنا يكرمنا. طب الجلسه بتاعت بكره ان شاء الله مع كابتن سمير يا كابتن هتبقى يعني كتيره يا كابتن مجدي, في امور كتيره هنتكلم فيها بالرغم ان كل حاجه. هل حضرتك طلبات معينه يا كابتن؟ لا 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 وانت حضرتك عارف ان احنا برنامج متقدم من ساعه ما تجدد العقد لفتره زمنيه على الاقل اقل سنتين, فتره زمنيه خالص. مظبوط. البرنامج فيها الماتشات الرسميه والماتشات بتاعه الاجنده الدوليه. الماتش بتاع الاردن ده اللي هو المفروض بتاريخ 22 ده متجهز من زمان, اللي هو اصلا كان مع الكويت. مظبوط. وبعدين طبعا الظروف بتاعه الاتحاد. الكابتن حسام حسن كنت سامع انه عايز يلغي المباراه دي يا كابتن. يلغي مباراه الاردن؟ آه. لا احنا اللي نفكر يا استاذ ملوش دعوه, احنا اللي نفكر احنا نلغيها او نلعبها, دي حاجه بتاعتنا احنا. تمام. دي حاجه بتاعتنا احنا. وبعدين هو كابتن حسام حسن عاوز يلغيها عشان استمرار الدوري, برضه الدوري هيبقى واقف. ايه تيم منتخب الدوري واقف لان المنتخب العسكري في سوريا. يعني احنا مش واخدين الدوري, مش واقف عشان منتخب مصر الاول. مظبوط. الدوري واقف عشان منتخب مصر العسكري. مظبوط. بس لكن احنا اللي احنا نقول والله احنا نقدر المباراه دي هتفيدنا في حاجه ولا مش هتفيدنا في حاجه, وده من ضمن الحاجات او من ضمن النقاط اللي هنتكلم مع الكابتن سمير فيها بكره ان شاء الله. ويعني اهم طلباتك غير ده بقى يا كابتن؟ ما عنديش طلبات والحمد لله, انا ما عنديش طلبات. انا بس بعد كده لان هي هيبقى في طلب واحد بس. اتفضل. ده بس هيبقى بعد 5 شهور عشنا وكان العمر, وهو الماتش اللي مع جنوب افريقيا. لازم اخد فتره زمنيه تتيح لي ان انا اعمل الشغل بتاعي, لما يبقى فيه وقت كويس مع اللعيبه بيبقى فيه شكل تاني تماما, مش 3 ايام واربع ايام ويومين وبعده هلعب الماتش والكلام ده. مصر كلها الماتش ده هيبقى هو الفيصل. مظبوط. هو الفيصل, هكون او لا اكون زي ما بيقولوا يعني. وعلى اي حالة كابتن مصر كلها وراك واحنا وراك, والوقت بتاعك لازم تاخده لان زي ما حضرتك بتقول عنق الزجاجة هو مباراة جنوب افريقيا في جنوب افريقيا. وعلى اي حال زي ما حضرتك بتقول انت عادك مستمر ل 2014, ان شاء الله نعمل فريق قوي يا رب, وباذن الله نكون منتخب زي ما كوننا من 2006 ل 2010. الحمد لله رب. من حقنا نكون من 2010 ل 2014 و18 كمان باذن الله. يديك العمر يا كابتن مجدي. كابتن حسن احنا اللوجو بتاعنا اصفر. ايوه ما انا عشان كده هو برضه اللوجو بتاعنا. ناس محترمه, ناس بتحلل تحليل فني, ما بيحللوش اشخاص, ما بيجرحوش في اشخاص. ده معاداه يا كابتن مجدي, هو بس اللي بيزعل. كابتن انت لك قدرك. الاعلام وحشه ها, لان هم عاوزين الناس تتكلموا عليه كويس. لا انا مش عاوز الناس تتكلم عليا كويس. انا لما ابقى كويس تتكلم عليا كويس, لما ابقى وحش تتكلم عليا وحش. بس من الناحيه الفنيه مش من الناحيه الشخصيه, مش لغرض انت نفسي يعقوب.
كابتن حسن انت لك قدرك ولك شعبيتك ولك تاريخك اللي لن يمحى، لن يمحى، لانه كتب في تاريخ كرة القدم بحروف من نور، وده عملته بمجهودك وعملته بعرقك وعملته بإصرارك ومجهود اللعيبة كمان ومجهود لعبتك طبعا ولعبتك. ما أنا بتكلم على حضرتك أعضاء الجهاز اللي معايا كل الكلام ده كابتن، كل واحد فيكو كل واحد فيكو إدارة الاتحاد في منظومة كابتن. مظبوطة كابتن، مظبوطة كابتن، عايز أقول إنها محفورة في التاريخ لكل فرد موجود. أنا عشان بتكلم مع حضرتك دلوقتي فأنا بخص حضرتك في الكلام، إنما كل واحد موجود مهما يعني إن الحاقدين دول عايزين يغيروا من التاريخ، عايزين يقولوا لا ملناش مفيش إنجازات، ما يقعدوش يدوشونا بثلاث بطولات. وما ندوش بإيه إذا ما كناش حزن ندوش بثلاث بطولات أفريقية ورا بعض؟ أنا قلت أسلعت وقلت للعيبة كابتن مجدي واتكلمت في الإعلام بدون قطع كلام حضرتك، واتكلمت في الإعلام وقلت للعيبة قلت إحنا مش هنفضل إحنا عايشين على ثلاث بطولات، مش هنحط رجل ورجل ونقول لا ده احنا خدنا ثلاث بطولات وهنكسب، ده ما كناش هنتعب، ما كناش هنحرق، ما كناش هنعمل مجهود، مش هنحقق حاجه تاني، فاحنا عاوزين نزود الثلاث بطولات. ده الكلام اللي بيحصل مع اللعيبه، خد بالك كلام محترم. انا عايش على ثلاث بطولات دول، ما خلاص ما يخصنيش في حاجه، دول حاجه فاتت، انا بدور على اللي جاي، واحنا اهدافنا الحمد لله وطموحاتنا كبيره جدا جدا جدا، مش هتقف على الثلاث بطولات ان شاء الله. كابتن حسن انا بشكر حضرتك على المداخله الجميله دي وبتمنى لك التوفيق، وجمهور مصر كله وراك يا كابتن حسن باذن الله، بصرف النظر عن النتائج الا انك انت ما حققته يديك رصيد الناس تصبر عليك، وقبل كده وعدت واوفيت. لا لا انا بتمنى وان شاء الله ان شاء الله هتوفي المره دي ان شاء الله، لانك شخصيه محترمه وتتقي الله يا كابتن. انا بتمنى كده ان جماهيرنا تصبر علينا شويه وزي ما بيقولوا ايه وتسامحنا شويه لغايه ما نقف على رجلين بشكل اللي هم يتمنوا ان احنا نكون موجودين فيه ان شاء الله. شكرا يا كابتن حسن، شكرا جزيلا. مكالمه من القلب لجمهور مصر، مفيش كلام يتقال غير فاصل.